مالك يا بنتي؟ اهدي بقى. هتسيب راعي يروح في داهيه يابا؟ لا راح في داهيه ولا حصل له حاجه يا حميده. ازاي يا فتحي؟ ازاي وهم ماسكينه مع الحشيش؟ هو مش كان شغال معاك؟ اشمعنى هو اتمسك وانت لا؟ دي اخرتها يابا، هي دي اخرتها. كان يوم اسود يوم ابويا مسكك دولاب الشغل. عيب يا حميده الكلام اللي بتقوليه ده قدام ابوكي ولاخوكي فتحي كمان. طبعا، ما هو المحروس ابنك اللي قاعد مكان ابويا، اللي ابويا عمل له جه وجهجهون وفي الاخر يودي جوزي انا في داهيه. يا بنتي حرام عليكي، احنا مش معقول هنسيبه. ليه؟ وانتوا كمان كنتوا عايزين تسيبوه؟ ده اللي يدور يلاقي المعلم الجديد هو اللي ورا الملعوب ده. خلاص قدمت جوزي خروف يا فتحي، بس على فكره انا مش هاسكت، هضربها على دماغك وعلى دماغ اللي خلفوه. اخلصي بطويل سالك، انا مش هسمح بقله الادب دي ابدا. قول لها يا حاج حقيقه جوزها، قول لها بدل ما هي قاعده بتقل ادبها علينا كده. ما تقول لها انت يا فتحي عشان تهبط وتستريح شويه من قله الادب دي. ما تقول يا سي فتحي يا معلم يا كبير، قول. جوزك اتقفش وهو بيوصل بضاعه الورده واخواتها. لو النبي لبسوا تهمه واكلني الاوانطه. لعلمك انا عارفه كل حاجه. عارفه ايه يا حميده؟ عارفه ان ابويا مدي اوامر لكل تجار كوم السمن محدش يديها بضاعه. اشمعنى برع اللي هيخالف اوامر ابويا ويديها بضاعه؟ ايه عاشقها؟ لا متجوزها. اخلص